والله ما أحسست أو لم أحس بألم إن كنت أسمع عن هذا النبي شيئا. يقول تعلقت بروح محمد، تعلقت بود محمد، بعشق محمد. يقول إلى أن هاي الأمور لما صارت، فإجا النبي وصارت هاي الحادثة، فلما شفت خاتم الأنبياء بين كتفه الخاتمية، خاتم الخاتمية، وقعت عليه، وإذن بالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب تلك اليهودية أو ذلك اليهودي بكم تبيعيه. يقول طلعت من بستانها، أكو وادي كان، قالت بملء الوادي نخيلا، أنت مو نبي؟ قال نعم. قالت مو تدعي النبوة؟ قال لا، لم أدعيها، أنا نبي. قالت إن كنت نبيا فازرعها لي واجعلها مثمرة، وذيك الساعة نعطيك إياه. أنت مو هذا عز عليك وتريد تأخذه، عزيز عليك؟ نعم. يقول جئت فرأيت النبي أمر أصحابه أن يأخذون من النوى الذي أكلوه، فكان مسه بيده أو مشه بيده، ثم قال كل منكم يأخذ خطا وليزرع بين نواة وأخرى بفاصل مثلا هالقد، مترين ثلاثة، احنا نقول كم ذراع، أربعة أذرع أو ستة أذرع، زين. يقول فإجا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقيها هو وأمير المؤمنين ويطمون هذا النوى اللي يزرعوه، زين، وإذا بجبرائيل هبط فمشها أو مسها بجناحه فاخضرت. ثم إجا، هي لا تخاف من هاي المعز، ترى هو خايفين منها، ليش خايفين؟ يسوي صلوات يسوي صدق قوي، هاي محمدي سلمان المحمد ما بيخوف. حتى إذا لا هنا نقول على حتى سلمان، تردون ما نذكر لنا فضيلة سلمان الله، هذا سلمان محمد، ومن كان لي كان لله، لا تخاف من الصلوات. راجب سلمان دارم صحبت میکنم که از سلمان سلام الله علیه چطور اومد. عمر سلمان میگن که 260 سال یا 270 ساله یا 360 سال 70 سالشه، یعنی 300 سال قبل از وجود پیغمبر یا 200 سال قبل از متولد شدن پیغمبر به دنیا اومد. بعد وقتی وارد مدینه شد، چون که آخرین کسی که در دیر و در عبادتگاه های اون موقع و اون زمان از این کشیشا بودند، خلاصه آخرین نفر گفت آقا منو به کی معرفی میکنی؟ گفت دیگه کسی نیست، باید شما برید حجاز و مدینه، اونجا پیغمبر خاتم ظهور کرد. وقتی اومد اونجا به اسارتش گرفتن، یعنی کسانی که ایشون رو بردن برای حجاز، برای مدینه و مکه، فرصت رو غنیمت شمرده، ایشون رو به عنوان یه برده بردن و اونجا رو خلاصه ایشون رو فروختن. یک روز حضرت پیغمبر و حضرت علی علیه السلام آمدن در جایی که ایشون مشغول کار بود، در باغی بود. بعد یه طبقی از خرما آورد، گفت اینا صدقه است، همه خوردن الا حضرت پیغمبر و علی علیه السلام. و دوباره یه طبق دیگه آورد، گفت آقا این هدیه است، هر دوتا خوردن. بعد میگفت که من متحیر موندم کدام یک از اینا پیامبر بوده. تا اومدم دور اینا یه طواف میکردم، حضرت پیغمبر پیراهنش رو یکم از کتف مبارکش یا عباورداش رو یکم پایین گذاشت، من خاتم پیامبری و مهر خاتمیت پیغمبری حضرت محمد رو دیدم، به اون خلاصه پی بردم، افتادم، گریستم و بوسیدم، تا اینکه مرا از این یهودی خرید. چطور خرید؟ این یهودی گفت که آقا این جلوی این مزرعه ما یه دشتی هست، این رو اگر پر از نخلستان کنی به تو میدهیم با اعجاز. حضرت پیغمبر از طریق معجزه و از طریق پیامبری خیش این دشت رو خرما، درخت خرما و نخلستان کرد. كان عليه السلام لما أخذ
لما صارت هذا النخيل جاءوا إلى هذه اليهودية أو اليهودي قالوا خذ ما تريد. فلما خرج ونظر إلى الوادي رآه نخيلا، كل نخيل، قال نخلة واحدة خير من هذا العبد الفارسي، نخلة واحدة. يقولون أناط النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لو طلبت الحجاز أو الدنيا نخيلا لكان عندي أهون مما طلبت. قالت وكيف؟ قال إنه منا. أخذوا وجاءوا. في رواية أنه اشتركوا بالزرع والحرث والكذا مجموعة المسلمين، قال لأنه يوما يأتي يوم من الأيام ينقذكم من الخوف والقتل الذي يخيم عليكم. واحد منهم وين؟ لما حفروا الخندق، وقعت الخندق، هو اللي أدلى برأيه فأخذ برأيه. واحدة منهم وين؟ خيبر، لما رادوا يدخلون يقول هو الذي أيضا خطط، وأيضا هو الذي جس لهم الطريق حتى دخلوا لكي لا يتفاجؤوا بالقتلى أكثر مما يحصل بالعادة. فهذا سلمان عليه السلام، فمن بعد مدة يقولون أبدى النبي صلى الله عليه وسلم برأيه أن سلمان منا أهل البيت، مو من محبينا، مو من متابعينا، منا. من نية سلمان هي الحقيقة المحمدية التي نفثت في روحه، في وجوده، التي ما وصل إليها حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي ذر وكالمقداد وكهؤلاء النخب الذين جاءوا وتفتخر بهم السماء. لكن تعال هو شوف شنو هو، ماذا كان عنده؟ يقولون وكانت من العلوم لديه ما لم تكن وما حصل عليها إلا بعدما كان له اليد الطولة في هذه العلوم، في الأخلاق، في الأمور، في الصفات العالية. يقول مر علي واحد يوم من الأيام قال له يا سلمان ألحيتك أفضل أم ذنب الكلب؟ خل واحد يقول لنا شوف شو نسوي به، ألحيتك أفضل أم ذنب الكلب؟ قال له إن عبرتني الصراط فهي أفضل، وإن أردتني فهي أتحس. ماكو منا ومنا، هذا الأحيان تصير بين الرجل والمرأة شلمة، ها أو ينزل الماكو يصعد على شن؟ إن عبرتني الصراط فهي أفضل، وإن أردتني فهي أتعس. خلوه والي على المدائن، لما كان والي على المدائن شافوا بالمدائن السرقة كثرت، السراق صاروا بكل بكان، ما كفاهم يسرقون ليلا تجرؤوا يسرقون عصرا، عند الغروب عند العصر قاموا لا شوي شوي الظهر يجون يسرقون، مثل ما يقول لك ظهر الحمر كل شيء قاموا يسرقون. اجوا جماعة تعجبوا، جاء له واحد قال يا سلمان من بعثك إلينا؟ شلون جاينا انت؟ انت هذا اللقب اللي ينطوك يا انه سلمان منا اهل البيت، او لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي. هذا الامر اللي ينطوك يا، اما ترى كيف تستنقصهم انت بعملك هذا؟ جايبينك ان زين، بدل ما تكون انت معين ان، فخليت انه واحد من اصحاب النبي ومحب النبي ومتبع النبي زين، وهو شلون بالمتابعة؟ يقول حتى بالمشي كنت أتابعه، فإذا مشى مع النبي لم يرى أثران، يرى أثر واحد، وإذا مشى مع علي نفس الشيء. قالوا أكنت طائرا ولم يوجد لك أثر؟ قال أدبتني نفسي أن لا أسير إلا أن أضع قدمي بقدم أحدهما، حتى بالمشي ما صفوا ياهم، متابع كان حتى بالمشي لعد أمير المؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم زين. فيقول له هذه الحالة مو ما تناسبك أنت. يقول وأنا كنت معه أسير، وإذا مررنا بكلب أجلكم الله عجوز
شايب كبير هذا الكلب. فطأطأ رأسه سلمان وأخذ يكلمه لا أعلم ماذا قال له. وإذا بهذا الكلب العجوز يهش هشا من أرضه حتى أخبر الكلاب أي إنسان يخرج بنية السرقة يؤكل من الكلاب. ماكو يوم الآخر يوم الثاني بقت الأبواب مفتحة بالمدائن، بقت الأمور زين. هذا سلمان منها أهل البيت العلوم اللي يكون ياخذها الإنسان بأدبه، يكون ياخذها الإنسان بمعرفته لأهل البيت، بمتابعة أهل البيت حتى في الدنيا حتى في الآخرة. يقل عند أمير المؤمنين ومتى يأتيني الموت يا علي؟ الموت يمتى يجيني؟ عمره 370 سنة ما مبين عليه، مو أحد يسانده. يقول يوم من الأيام صار حريق فشال عنده جلد كبشي اللي يقعد في مجلسه يخليه زين، وحب مي وإناء هذا اللي كان يملكه. يقول يركض بس بدل ما يركض ويهرب من النار أو من الحادث يأتي إلى من يكون قرب الحادث. هذا يريد يطلع ماله وهذا يريد يطلع غراضة، وهذا هو شي صيح لهم هكذا ينجو المخففون في الدنيا وفي الآخرة. كن خفيف المؤونة ولا تورط نفسك بأشياء اللي ما تقدر تطلع منها. كانت صفاته عجيبة وغريبة. سلمان منا أهل البيت قال يا سلمان إذا مرضت أصبت بحمة أو مرض فاذهب إلى الجبانة إلى المقبرة فسلم عليهم، إن أجابوك فاسأل ما تريد، وإذا أجابوك فاعلم أنه دنا أجلك وموتك. وبالفعل هاي الأيام يقول يأتي زين ويسأل، يسلم على أهل القبور السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. يقول وإذا بجمجمة نخرة بس عظم كانت، وعليك السلام، وعليك السلام يا سلمان الذي سماك رسول الله أو الذي أدخلك رسول الله في أهله وفي ذويه. فقال سلمان منا أهل البيت. سأله صف لي الموت، كيف الموت؟ قال نشرا بالمناشير حيا، وبردا بالسكاكين حيا، وسلخ الجلد من الجسم حيا، أهون من نزعة من نزعات الموت على الإنسان. هل على العهد الذي وعدني سيدي ومولاي أمير المؤمنين؟ نعم. هاي التربية التي ما كانت مع النبي إلا سنوات، أقل من 10 سنوات، لكن مع أمير المؤمنين طولت أكثر، لأنه أمير المؤمنين بقى لعد السنة 40، وهو توفى قبل أمير المؤمنين بسنين. يقول عاد حضره أمير المؤمنين، دفنه أمير المؤمنين، قسله، كفنه، صلى عليه أمير المؤمنين. هاي الآداب التي كانت لسلمان عليه السلام. يك آدم با أخلاق بسيار والا مقام كحضرة پیغمبر فرمود سلمان منا أهل البيت، سلمان از ماس أهل البيت. اینقدر با أخلاق بود یه بار یه آقای متعرض شد گفت آقا این ریش تو بهتره یا دور از محضر دم سگ؟ فرمود اگر این ریش آبروی داشته باشد و مرا از صراط نجات بدهد پس همانا بهتر است، اگر نه همانا دم انسک بهتر از ریش من است. ناراحت نمی شد. آدمی بود که علم ملایا و بلایا را داشت. از حضرت امیر سوال می کنه کی می میرم؟ گفت وقتی که رفتی برای قبرستان سلام دادی و جواب گرفتی. وقتی سلام داد جوابی از یک جمجمه‌ای که تنها به اصطلاح استخوانی بود میشنود،
از او سوال میکند که مرگ را برایم توصیف کن. میگه آیا اره رو دیدی؟ آدم زنده را با اره ببرند یا با چاقو بدرند یا پوست او را در حال زنده بودن بکنند، اینها آسانتر است از یک جان کندن انسان در حال مرگ. و تشوف تربیه اخرى و ذاکرها انا الک مصیبه لکنما فيها مصائب اهل البيت. اكو تربیه اخرى نشوفها في بيت امیر المؤمنین، هاي هند بنت عبد الله بن عامر يتزوجها يزيد. يقولون كانت ترفل بحليها خاصة لما قتل الحسين، جاء إليها يزيد بهدايا أكثر، تعجبت هي، قالت وما هذه الهدايا؟ منين هذه الهدايا؟ ليش هذه الهدايا؟ قال لظفري ونصرتي على الخوارج الذين ظفروا بهم عمالي وأوليائي فبعثوا برؤوسهم إلي. هو شو يريد؟ يريد يغطي. لكن هي لما سمعت منين جايين من العراق، قالت أمن أهل العراق؟ قالوا لا، جاءوا من الحجاز ليحكموا العراق أو بدعوة من العراق لهم. فشوية مثل ما يقول اشمأزق قلبها، قالت هذول ياهم اللي أهل العراق يدعوهم. أهل العراق كان عندهم أمير المؤمنين، أهل العراق كانوا من السيوف المسلولة على الطغاة، فمن الذي دعوه ليحكمهم؟ صار عندها شوية من هذه الحالة، وإذن يقولوا لها نعم هؤلاء جاءوا من الحجاز. فلما إجت من الحجاز اتطرقت لعد بيوت الحجاز، أي بيت يدعوه؟ البيت العراقي أو المجتمع العراقي ليحكم عليه؟ من من؟ من ذول الجماعة اللي موجودين، وهي تعرفهم من البيوت الموجودة وتعرفهم في المدينة. فنفرت نفسها. زين، يقولون في مثل هذه الأيام كان أول مجلس يقام في الشام كان في بيتها، أهل البيت عليهم السلام. وتشوف مرت هاي المصائب، مما جرى على أهل البيت من هذه المصائب. يقول الإمام زين العابدين كان أسير، وكان يزيد بين آن وآخر يقول شدوا يديه وقدموه للقتل. زين، هذا كل بين حين وآخر يهدد أهل البيت عليهم السلام. فقال له لك طالبات ثلاث أطلب. قال أما طالبة الأولى أريد من آمن به على أهلي، نسوتي عماتي أخواتي، ليرجعهن إلى المدينة. قال لا يردهن إلا أنت، الله شال القتل منه. قال أريد أموالنا التي نهبت منا. قال خذ أو أطلب ما تريد. قال أو تعلم كم كانت أموالنا؟ قال كم كانت؟ فلما قال له قال إن خزينة الشام لم تفي بما تقول، 17 ناقة، كل ناقة تشيل 450-500 كيلو من الذهب. كان الحسين في رواياتنا موجودة، يعني يريد يقول ما إجا لعد حكومة حتى يريد الحسين عليه السلام يحكم بالظاهر اللي احنا نشوفه لعد الحكام، وكل يوم ماخذين منا ومنا. زين، فقال خذ من بيت المال الذي في الشام. قال إنها ممزوجة بالحرام فلا نريد الحرام. قال له اعطني رأس أبي. قال أما رأس أبيك فلن تراه ولن يراك حتى يوم القيامة. قال يزيد أتريد أن أكلمه ويكلمني؟ قال إن كنت قادرا فاصنع. تقدر تحاكي ويحاكيك؟ قال السلام عليك يا أبتاه يا أبا عبد الله، وإذن بالصوت وعليك السلام،
ولدي علي كيف حال عمتك، كيف حال عمتك زينب؟ قل أبويا اقعد يا أبويا وشوف حالي، وحايا للحرام من غير والي، وعمتي عمانة بروالي. هذه حالة. يقول لما رأت زينب سلام الله عليها شد قل، قالت وأما أنا يا يزيد أريد عمامة جدي وخمار أمي فاطمة، وأريد قميص أخي الحسين. قال أما العمامة والخمار أودعتا في بيت المال للبركة، وأما القميص فلا خبر لي به. يقول فلما كشفوا عن القميص بإصرار فاطمة، جاءوا بالقميص المخزق، جاءوا بالقميص الذي كان فيه أكثر من 170 سغما ونبلة. بكت زينب قال يا بنت فاطمة ما لي أراك بهذا الحزن والبكاء. قالت يزيد اعلم لما كنت طفلة عند أمي فرأيت غباكي تحيك قميصا، قلت أمه ما يبكيك وأنت تحيكين وتخيطين قميصا؟ قالت هذا القميص لأخيك الحسين. قلت أين الرداء من؟ قالت لا رداء لأصنعه لكي لا يرغب فيك أحد. فكانت تجري دموعها على القميص فغسلته بدموعها قبل أن يغسل بدمائي. قال أخي يوم العاشر ائتيني بالقميص الذي لا يجلب نظر أحد من هؤلاء القوم. لما جئت بكيت قلت هذا ليس من شأن الحسين ابن رسول الله وعلي وفاطمة أن يرتدي هذا القميص، لأن الناظر إليه يراه قميصا باليا. فلما جئت إليه في الليل الحادي عشر رأيتهم سلبوا منه حتى هذا القميص الذي أخاطته أمنا فاطمة. صاحت صوت يا يما تعالي، هذا حسين خي وبطايح قبالي. يا يما وترى أخذت سيوف، خذت سيوف يما وسمر العوالي. بميرة خوستن مثلي رزا أزترف الشام بترف كربلا ومدينة بيام. أزرة زينب فرمود أمامي آغا رسول الله رمي خام، اون حجاب فاطمه رو میخوام، اون پیرغن داداشم حسین برادرم حسین رو میخوام. یزید دستور داد عمامه و حجاب فاطمه رو در بیت المال جهت برکت و تبرک بگذارد. گفت اما خبری از این پیرغن ندارم، دختر فاطمه چرا اینقدر گریانی؟ فرمود یزید بدان وقتی مادرم این پیرغن و برای داداشم برای برادرم حسین داشت میدوخت، دیدم گریه میکرد اشک روی این میریخ. عرض کردم مادر چه کار میکنی؟ چرا اینقدر
اشکت جاریه فرمود دخترم روزی میاد حسینم تنها در کربلا افتاده تمام بدن زمان همه چیز را از حسین میبرند خواستم یه پیرغنی برای حسینم درست کنم که کسی به اون رغبت نداشته باشد اما وقتی شب 11 رو بالین برادرم حسین رسیدم دیدم این پیرغن و از بدنش بردن جدا کردن حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا الذي كان معها في رواية عجيبة غريبة يقول هذا بعض المقاتل يقولون لما ضرب يزيد شفتي أبي عبد الله هو ومروان كسر سن الحسين ووقع جاءت بسن أخيها يا أخو يجيتك أنا من الشام يحسي يمن والله يحسي ينبين اليسمر وبزجر وحنين دقعي يا أخويا يا أبو العين يا أخويا أخويا يا أخويا حسين ما نمدللتكم يا عباس أخويا ما نخدكم يا أي والله يا عباس أخويا ما يا يا اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع صل على حشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لنصرة مقاومينا الحشد الشعب الجيش الكل حفظ شبابنا بيوتنا مشايخنا علماءنا حسينياتنا مراكزنا مراجعنا وإلى أرواح أمواتنا إن شاء الله ليكونوا في زمرة أصحاب وحشر ونشر محمد وآل الآية الكريمة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بالنبي وآله اللهم احفظ مقدساتنا خاصة في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان اللهم احفظ مقام سيدتنا زينب ورقي وام كلثوم وما يلوذ بهن من المقامات اللهم احفظ الحشد الشعب الجيش المدافعين المناضلين المقاتلين المدافعين عن بيضة الإسلام اللهم اهلك الطغاة اللئام من الدواعش وبقية اللعناء الذين لا يريدون إلا سفك الدماء وهتك الأعراض اللهم بحق محمد وآله
انصرنا على أعدائنا وانصر مجاهدينا شبابنا جميعا، ارجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين منتصرين بظهور ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام، إلى أموات الحضور تعجيل الظهور، إلى روح الحاجة أخت الأخ أبو علي الكاظمي الحاجة أم حيدر الرحمة والرضوان، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.